للخبر هذا أشادت إشادة كبيرة حصلت عليها الفنانة السعودية نورة السعيدان التي شاركت بفنها ورسمها تزيين جداريات بوليفارد سيتي. زميلتنا عهود أجرت معها لقاء، خلونا نشوف. بداية جتنا دعوة من هيئة الترفيه برغبتهم بوجود فنانين جرافيتي بالمشاركة في البوليفارد. طبعا المشاركات تعتمد حسب الأقسام الموجودة في البوليفارد، كل قسم له ثيم أو أسلوب معين، فبناء عليه اخترنا التصاميم، اخترنا الرسومات اللي موجودة. ومعالي المستشار تركي الشيخ كان حريص على وجود الفنانين السعوديين يساهمون في تجميل البوليفارد في كل الجداريات، والحمد لله يعني قاعد أشوف أنه إقبال كبير. العدد اللي احنا سوينا تقريبا ما يقارب 14 جدارية في 21 يوم، يعني بدأنا تقريبا من 9 أكتوبر إلى يعني ما زلنا نشتغل، بس إن شاء الله أنه يعني خلاص العدد اكتمل. كنا نشتغل تقريبا ما يقارب 17 ساعة من الصباح إلى الليل، وإحنا نشتغل بس عشان نلحق لأن الوقت كان ضيق، وفي نفس الوقت نبغى الجداريات تكون يعني جميلة وتتناسب مع جمال البوليفارد وتكون يعني فيها إبداع. الحمد لله يعني أنا بالنسبة لي أشوف أنه هذه فرصة عظيمة لكل الفنانين، وأنا تعلمت من هذه التجربة أشياء كثيرة. كنا نشتغل على مساحات عالية جدا، ارتفاع تقريبا يوصل 20 متر في 80، تعرفين الأجواء شوية ما كانت يعني سهلة، لكن الحمد لله قدرنا نتخطى هذه الصعوبات كلها. والإقبال الناس وإعجابهم بالجداريات نسّتنا كل المعاناة. بصراحة واجهتنا صعوبات كثيرة، يعني بالنسبة لي أنا أعتبر اللي صار معجزة. يعني كنا نطلع على رافعات عالية جدا، وتعلمت كيف أسوقها، لأنه يعني في أوقات لازم أنا اللي أسوقها ولازم أنا اللي أتحكم فيها. الأجواء كانت يعني صعبة جدا، ما كان في سهل إن إحنا نتحرك، وفي نفس الوقت لازم أركز إنه في ظل هذه الكركبة اللي حولنا والصيانة اللي قاعد تصير والمواد البناء والروائح وكذا، لازم نطلع شيء جميل، شيء فيه إبداع. فكنت أحاول إني أفصل عن كل اللي حولي بس عشان أركز على الجدارية، نحاول أنها تطلع بصورة جميلة وسريعة جدا. يعني كنا الجدارية بهذا الحجم الضخم نطلعه نسوي يعني يخلص في يوم أو يومين يعني، فهذا بالنسبة لي أعتبره إنجاز عظيم. طبعا أشكر معالي المستشار تركي آل الشيخ الحرصة على الفنانين ودعمه لهم كل صغيرة وكبيرة. أشكر كمان شركة صلة اللي كانت داعمة، الداعم الأكبر بالنسبة لنا، وفرت لنا كل شيء، ساعدتنا وسهلت لنا أمور كثيرة عشان نطلع بهذا الجمال. وشكرا لكل الفريق اللي معاي واللي أبدعوا وسهروا وتحملوا بس علشان ينجزون ونطلع هذا الإبداع في وقت قصير. وشكرا لك يا نور على هذا الإبداع وهذا الفن وهذه الرسومات الرائعة. تخيلوا كل الرسومات هذه اللي تشوفوها في البوليفارد هي بأيدي شباب وبنات سعوديين وسعوديات، نفخر بهم رغم التحديات والزمن القصير اللي أدوا فيه هذه الرسومات، وأنها شاهقة وكبيرة وعالية إلى أنهم أثبتوا جدارتهم كالعادة. وأنت يا نور يعني ما شاء الله عليك كنت ترسمي في الأنفاق، وكانت في مهمات صعبة قبل كده سويتيها، فكمان ما شاء الله مو شيء صعب عليك يا نورة أنت وزملائك وزميلاتك من الفنانين والفنانات. أنا رحت البوليفارد يمكن أنا حتى مبارح كنت حتى هناك حتى أمس أيوة. فسبحان الله من تدخلي الإبداع موجود في كل زاوية، موجود في كل تفصيلة، موجود في كل جدار، موجود في كل ممر، موجود في المنظمين، موجودين في الشباب الحلوين الرائعين اللي بيشوفوك أول ما تدخلي يبتسموا ويساعدوك ويوجهوك. فما كنت مدركة أن الرسمات اللي مرسومة على الجدران إلا لما تعرفت أكيد الآن على نورة، يعطيها العافية، وأتمنى أشوف لها إبداعات أكبر وأكبر. يعني لما تشوفيها تحسيها هذه مطبوعة مش مرسومة،
من كثر ما هي متقنة، من كثر ما هي جميلة، من كثر ما هي مرتبة. أتمنى لها كل التوفيق. أكيد. خلينا ناخذ